هناك نوعان من الرياضيين، الأول يمارس الرياضة والثاني يعشقها، يدخلها بكل كيانه وحياته حتى تصبح جزء لا يتجزأ من حياته، وهو ما فعله الفارس سالم الشيبان مع الخيول التي خطفت مخيلته وأيضا أحب ركوبها حتى استطاع كسر حاجز الخوف وأصبح من ملاك الخيل في منطقة نجران. وواصل المشوار بالتدريب والتعلم حتى أصبح فارسا ومدربا وأحيانا طبيبا لخيوله يداويها بأنواعها. لمعرفة المزيد ينضم معنا الفارس سالم الشيبان. ارحب يا سالم وتراني أحبه للخيل، يا هلا وسهلا. صباح الخيرات. طال عمرك، الله يسعد صباحك وصباح المتابعين، إن شاء الله بالخير. الله يحييك. يعني الفروسية كيف بدأت هذه القصة، من أي عمر؟ والله طال عمرك بدأت القصة تقريبا في سن العاشرة. ما شاء الله، كيف كان ذلك يعني؟ وشلون تعلمت على الخيل؟ من اللي حببك فيها؟ والله بالنسبة للحيوانات بشكل عام فهي كانت أمنية منذ الصغر، يعني تقريبا منذ الولادة كنت أتمنى أني أملك أي حيوان من الحيوانات يعني بمختلف أشكالها وأنواعها. وليش اخترت الخيل بالذات؟ والله الخيل اخترتها بالذات لأنها بحد ذاتها يعني سحر، وهي تعتبر من أنواع السحر تقريبا المباح. تذكر أول لقاء لك بالخيل؟ أول لقاء لي بالخيل سلمك الله، كنت أجي يعني أو أروح يم واحد من أصحابي وأركب معاه، وكان يعني ركوب ما هو ركوب فارس متمكن يعني. وكيف تعلمت أنه توصل لمرحلة الفارس المتمكن؟ بالنسبة للتعليم يعني نحمد الله ونشكره، الفضل عائد لله سبحانه وتعالى، وبعدها عائد للوالد الله يعطيه الصحة والعافية. الله يطول عمره. يعني الله يخليك، يعطيك العافية حبيبي. كنت أتمنى أني أملك حصان أو فرس، فعرضت عليه الفكرة هذه وكان رافض في البداية صراحة، لأنه يقول هذا يعني مخلوق أو كائن ولازم أنك تكون مهتم فيه. أمانة. شيء نعم أمانة، مثل الوالد مثلا أو الولد. صحيح. يعني هو في ذمة أبوه وأمه. صح. هذا الشيء يعني أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، هذا الكلام اللي كان يقوله لي الوالد على طول. رائع. فكنت أتمنى أني يعني أملك حصان، ونحمد الله ونشكره تحققت الرغبة عفوا. ف يعني تمكنت أني أملك حصان، وبعدها وش نوع حصانك وش اسمه؟ الحصان كان يعني اسمه باسم المذيع بتال القوس. أنت اللي مسميه؟ لا هو أنا أخذته اسمه بتال، ولنا الشرف يعني أنه يكون سمي الإعلامي أو المذيع بتال القوس. نوجه له تحية. طبعا أكيد. جميل. نعم، أسعد الله صباحك يا أخ بتال وحياك الله طال عمرك. فتمكنت من امتلاك الحصان هذا، وكان الحصان في البداية يعني حصان عادي، حصان من الأحصنة الشعبية الغير مسجلة. بعدها من المرحلة هذه أنا يعني زي ما تقول حطيت لي هدف معين وشخص محدد أمامي، ويعني قمت أخذ منه معلومات وأخذ منه طريقة الركوب وأتعلم منه، لأن أي إنسان ما له قدوة في الحياة أو من كان هذا الشخص؟ الشخص هذا يعني له فضل بعد الله سبحانه وتعالى كبير، وهو المعلم وهو المدرب، وما زال إلى اليوم يعني أي حاجة يعني أبغى أرجع لها في مجال الخيل صراحة لازم أني أرجع له، ما أستغني من معلوماته وأوجه له تحية من هذا المنبر، وهو أخوي ومعلمي وصديقي وزميلي الأخ خالد بن منصور بن هميم. ونعم ما عليك زود حبيبي، يستاهل. نشاركك التحية له. نعم حبيب قلبي، هو من أحد الفرسان في المنطقة المعروفين،
وفارس ما شاء الله عليه متمكن وجامع الفروسية اسما ومعنى يعني صراحة. الله الله، الرجل كان يعني مرحب وفاتح لي مكانه وقلبه، وكان له دعم كبير يعني بالنسبة لي، والفضل يعني عائد لله سبحانه وتعالى. نقلك إلى مراحل متقدمة من الفروسية. طيب خلنا نعرف بعد ما أخذت المعلومات فيما يتعلق بالمهارة وبالخيل أيضا نوعيتها، وين وصلت في امتلاك الخيل؟ صحيح، بعد ما تمكنت حبيبي ويعني صار عندي معلومات وصرت ملم بعالم الخيل وعرفت يعني كيف أتعامل معها، و يعني زي ما تقول نوعا ما حبيت الاستقلالية، لأنك لازم تستقل عشان يعني تحس أنك وصلت الهدف معين. نعم. فاستأذنت منه يعني وقلت له أنا بعد إذنك يعني أبغى أطلع في مزرعة خاصة، وإن شاء الله يعني التواصل بيكون موجود وأبد. والآن صار يعني عندك مزرعتك الخاصة؟ نعم. والآن صار عندك مزرعتك الخاصة؟ إيه ولله الحمد، الحين من أحد ملاك الخيول العربية الأصيلة في منطقة نجران ولله الحمد. ما شاء الله تبارك الله. هاوي ومربي ومدرب ولله الحمد. بالنسبة أنك مدرب، كيف الإقبال حول التدريب وركوب الخيل؟ بالنسبة للتدريب صراحة يعني أنا حاليا يعني الناس اللي دربتهم وتخرجوا من تحت يدي يعني هم الناس القريبين مني فقط. كم يحتاج الشخص يعني مدة تدريب عشان يوصل أنه يكون فارس مضبوط؟ هذه تعود للشخص نفسه. إذا كان الشخص يعني بيكسر حاجز الخوف ويبي يتعلم يعني من قلبه يعني يمكن أقل شيء 15 يوم. طيب وشو حاجز الخوف للناس اللي حابة تتعلم؟ كيف ممكن يوصل لهم المفهوم حاجز الخوف بالنسبة لتعلم ركوب الخيل؟ نعم، بالنسبة لتعلم ركوب الخيل أول شيء لازم أنك تكن التقدير والاحترام للخيل، لأنها سبحان الله يعني أنا مالك ومربي وهاوي وأقضي وقتي يعني كله مع الخيول. الخيول سبحان الله عندها غريزة من الله سبحانه وتعالى، تعرف الإنسان اللي يحبها ويقدرها ويعزها، فهذه فطرة من الله فيها. يقولون تعرف بعد إذا كان يعني المنططي الخيل خواف أو خايف أو ما إلى ذلك، تحس؟ أي نعم. أي نعم، فيه عن طريق نبضات القلب وعن طريق جريان الدم تعرف الخيل، وهي أساسا أول ما تيجي يمها وتقرب عندها فيه زي ما تقول تواصل لغوي وتواصل جسدي مع الخيل، يتواصله مثلا الفارس أو أي شخص يحب الخيل أو يكن لها احترام، فهي تبادله نفس الشعور. جيد يا سالم. هذا وفي علاقة أخرى يعني لانعكاسات النفسية لأن تكون فارسا. صحيح. يعني سالم، الحديث أيضا عن أنه دائما أهل الخيل يكون فيهم رقي وهدوء ويكتسبون أيضا العديد من الصفات أو يعززون هذه الصفات، هي إن شاء الله أنها مكتسبة دائما وأبدا يعني من قيمنا الاجتماعية لكنها تعزز. خلينا نشرح هذه الجزئية، ليش دائما مرتبطة ومتشابهة بالنسبة لهواة طبعا وفرسان ومحبي الخيول؟ يا سلام عليك حبيبي. بالنسبة للفروسية ففي فرق بين الفارس وبين الفروسية. الفروسية هي زي ما تفضلت وقلت يعني يكون متمكن من ركوب الخيل ويجمع صفات يعني الفروسية اللي هي الأخلاق، الأدب، احترام الآخرين، احترام الكائن الحي اللي قدامه اللي هو الخيل. هذا هو تقريبا يعني شرح بسيط للفروسية أنه يجمعها اسم ومعنى. نعم. بالنسبة للفارس فهو شخص تقريبا يعني متمكن من ركوب الخيل مع الاحترام الشديد، ما يجمع صفات الفروسية يعني، بس يمتلك المهارات، شخص متمكن فقط من ركوب الخيل، ما يحترم الآخرين، ما يحترم الحصان نفسه، ما يعني غير ملم بطريقة التعامل مع الحصان، لأن الخيل هي من طبعها الجموح والعناد. إذا يعني تأخذ الشغلة معها عناد ما راح تستجيب منك أي شيء. ففيه مثل عندها أو في فلسفة عالم الخيل يقول لك دعني أثق بك وسترى المستحيل،
وانا جميل. الحمد لله يعني وصلت المرحله وثقه الخيل فيني ما شاء الله تبارك ولله الله ولله الحمد، يعني زي ما تقول يعني اثق فيك وسترى المستحيل. إيه ورتني المستحيل. نعم. ما شاء الله، يعني ان شاء الله يسالم تحقق كل ما تطمح اليه ويكون عندك بدل المزرعه الثانيه كمان ان شاء الله، وتستمر في التدريب ويكون عندك مخرجات من الفرسان ويعني تحقق هذه الطموح والاحلام. يعطيك الف عافيه الفارس سالم الشيبان. اسعدتنا، شكرا يا سالم.